انا عندي بس في تقرير مع الكابتن كمال ريشه الحكم الدولي. حبيبي هيبعت لك رساله برضو وعاوزك ترد عليه. حاضر. طبعا يا سيدنا وشريف النهارده اتحدث عن شخصيه رياضيه تحكيميه، هو اخويا وزميلي الكابتن احمد شناوي. بالنسبه لي ده اخ كبير ليا، مرجع ليا، ودايما بتحدث معاه في امور تحكيميه كثيره. طبعا اللي ما عرفش الكابتن احمد شناوي انا اعرفه ايام، يعني انا كنت لسه صغير في الكوره وفي التحكيم. الكابتن طبعا كان كابتن احمد شناوي، كان لاعب في نادي الترسانه، ثم طبعا اتجه للتحكيم وحصل على الشهاده الدوليه. زميلته في الملاعب والله، يعني يمكن لما قربت منه اتلقيته انسان وشخصيه طيبه جدا ومحبوب في التعامل، انسان في مواقف كتيره حصلت معايا معاه لن انساها له. طبعا الكابتن احمد طور من نفسه واتجه للمحاضرين، وانا يمكن حضرت له دور التحكيم وانا كنت لسه حكم، وجا حضرنا في الاكاديميه في اسكندريه، وكان يمكن موسم 2004 عندما كان رئيس لجنه الحكام الكابتن محمد حافظ. وبدا الكابتن احمد يطور من نفسه، ثم اتجه بقى للمراقبين والمحاضرين الدوليين، والفيفا طبعا استعانت بيه وفي الاتحاد الافريقي، ويمكن كان من هو كان اول واحد اشتغل في التطوير على منظومة التحكيم في افريقيا. وطبعا الكابتن احمد شناوي انا كان ليا الشرف ان انا احضر معاه كورس شمال افريقيا، محاضرين دول شمال افريقيا، ويمكن كان معايا في الكورس ده كانت 2010 الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن مجدي رزق والكابتن نادر عبد المقصود والكابتن محمد مصطفى والكابتن نصر عباس، ويمكن كان موجود المرحوم الكابتن محمد حسام كان رئيس رؤساء اللجان، كان بيحضروا رؤساء اللجان الدوره. انا استفدت من الكابتن احمد، وانا كنت يعني كنت سعيد ان فرد مصري بيتبوأ هذا المنصب في الفيفا وفي الاتحاد الافريقي ومسؤول عن التطوير. حاضر. انت دلوقتي بعد ما سمعت الكابتن كمال ريش هترد عليه تقول له ايه؟ اقول له طبعا بشكره على الكلام ده، واقول له بتمنى ان انت تبقى كده، وكل حكم يجتهد بعد ما يخلص ويشتغل يبقى اكتر من كده، بس لازم يكون عندك الرغبه.